ديال القاهره للاعمال الفنيه والاعلام. كلمنا عن حضورك وعن مشاركتك والاهداء كمان اللي انت عامله. الحقيقه طبعا دي المشاركه الثانيه ليا كرئيس المهرجان، وبدعوه كريمه من دكتور ابراهيم ابو ذكري الحقيقه صديقي العزيز والدينامو الجميل في الوسط الفني. بشكره جدا جدا على مجهوده الرائع وعلى كل المجهودات اللي بيعملها لرفعة الفن المصري والعربي. والنهاردة الحقيقة في مقدمين هدية الحقيقة برضو انتاج الأستاذ دكتور إبراهيم أبو ذكري، هي غنوة لليبيا، كلمات الشاعر محمد صلاح وألحان وتوزيع الموسيقار محمد ضياء الدين. ويا رب إن شاء الله تكون هدية مقبولة. احنا الحقيقة الفترة اللي فاتت أنا كان فيه مجموعة من الأعمال، عملت غنوة لليمن من أكتر من سنة تقريبا، عملنا غنوة مؤخرا للعراق، وطبعا سوريا عملت حوالي غنوتين تقريبا للشعب السوري، وأخيرا الغنوة بتاعت ليبيا النهاردة بنقدمها للشعب الليبي. وإن شاء الله يا رب ربنا كده يعود الأيام الجميلة تاني لبلادنا العربية يا رب إن شاء الله. والله تقييم إن الغنوة ما زالت وهتفضل هي السلاح الأخطر في الفن، لأنه يعني الغنوة بتوصلك من أسهل طريق، واستخدامها بشكل صح أعتقد بيؤدي لنتيجة كبيرة جدا جدا. وإهدار قيمة الغنوة برضو بيسبب مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني إحنا ما نستهونش كبلاد عربية بالأغنية، لازم يعني يبقى فيه اهتمام بالمستوى العام للأغاني، كلمات، ألحان، أصوات غنائية، الاهتمام بقيمة الغنوة، اهتمام بالحفلات الغنائية اللي كانت موجودة. أنا أتمنى يا رب طبعا الدنيا تروق أكتر من كده وتعود الحفلات الغنائية زي زمان، أضواء المدينة وليالي التلفزيون اللي كانت بتحمل أحلى وأجمل أغاني العالم العربي كله بيسمعها سواء كان في مصر أو في العالم العربي. فلا، الغنوة سلاح خطير، وأتمنى إن شاء الله إن دولتنا العظيمة مصر والبلاد العربية يعني ياخدوا بالهم أكتر من الأغنية، لأن الفترة اللي جاية في وقت من الأوقات الأغنية جمعت العالم العربي كله على صوت أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم، فهي دي المرحلة إن شاء الله اللي جاية اللي عايزين برضو البلاد العربية تاني تتجمع من خلال الفن إن شاء الله. الأغاني الشعبية اللي موجودة حاليا رأيك فيها إيه؟ والله رأيي إنها يعني ظاهرة، وما أعتقدش إنها هتستمر، ما أعتقدش إنها هتستمر، بدليل إن الأفلام اللي بتحمل هذه النوعية الفجة والرخيصة من الأغاني دي، أعتقد إنه أنت بقالك سنة النهاردة في عيدين أو ده تاني عيد الأفلام دي بتنزل في السوق ولا تحقق أي أرباح ولا تحقق أي مشاهدات ولا تحقق أي مكاسب، ودايما في آخر القائمة بتاعت الأفلام، فده مؤشر جميل إن الناس زهقت من النوعية دي، ما بقاش فيها جديد. شعبنا يستاهل أكتر من كده وأحلى من كده وأجمل من كده. حتى المناطق الشعبية اللي موجودة في مصر لا يستاهلوا مننا إن احنا نهتم بيهم، نقدم لهم أحلى ما فيهم. كان زمان ال 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 الولد أو الشاب اللي في المنطقة الشعبية تحس فيه النخوة والرجولة والجدعنة والقيم المصرية الجميلة الأصيلة. النهاردة للأسف اللي أنا بشوفه على السينما لا، مش هو ده ابن البلد اللي أنا بحبه وبعشقه وبتمنى يكون موجود على أرض مصر الحقيقة. إيه جديد حضرتك الفترة اللي جاية؟ إن شاء الله ربنا يسهل، يعني في مجموعة من الحفلات على الشهرين اللي جايين دول، مهرجان الموسيقى العربية طبعا على الأبواب، عندي حفلة في اسكندرية الخميس اللي جاي، اللي بعدها في القاهرة إن شاء الله، والبقية تأتي يا ربي كتر من حفلاتنا.